سمعت أن بعض أكفان النساء مخيطة، هل يجوز أن يخيط كفن المرأة؟ تقصد مخيطة يعني فيها دين وكموم، وهذا ما يجوز. الكفن الأصل يلف على البدن حتى لو في خيط، ما في شيء، هو أصلا الكفن لازم في خيط، بس هو يلف لفا ولا تدخل اليدين في الأكمام، وهذا لا ما يصلح هذا أبدا.